تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح طريقة عملية تسجيل في برنامج البوبس ريستورانت نسخة الشرق الأوسط بتحديثها الجديد اللي تقبل كتابة اسم المحل باللغة العربية وبالإنجليزية. في البداية نفتح البرنامج وندخل الباسورد 999 أربع مرات ونضغط على كلمة اكتيفيت. طبعا في البداية نخلي برودكت كي ونضغط على التشيك وراح يفتح لنا المجال نحن نملي البيانات. طبعا في البداية راح نخلي اسم المحل او اسم البزنس نيم مالي. لازم يكون اسم البزنس بصورة صحيحة سواء كان باللغة العربية او باللغة الانجليزية لان ما راح تقدر تغيره بعدين، لكن راح تقدر تخلي اسم ثاني في داخل البرنامج من الاعدادات، خلي اسم ثاني للمحل بحيث نخلي الاسم الصحيح مبني مع هني في البزنس نيم، لكن بحيث ان اذا حدث اي تغيير نقدر نخلي اسم ثاني من داخل البرنامج. طبعا البزنس نيم راح يطبع في الارصدة وراح يطبع في التقارير، فاحرص ان تكون كاتب لنا بصورة صحيحة. مثلا في حالتنا هذه راح نكتب مثلا اسم المطعم، مطعم البيت مثلا، وكذلك بالنسبة للبزنس فون رقم المحل هو الرقم اللي راح نتواصل معكم عن طريقه، الرقم اللي إذا كان يوجد أي مشكلة في البرنامج أو كان يوجد أي تنبيه إلى صاحب المحل راح نتصل عليه، فأحرص أن يكون الرقم صحيح. في حالتنا مثلا إحنا في البحرين رقم فتح الخط، ونخلي مثلا الرقم التالي مثلا. طبعا نسجل البيانات اللي هو المحل من العنوان. طبعا اي بيانات راح تخليها في التسجيل راح تكون موجودة عندنا، فهذا الشيء راح يساهم في مساعدتك في حال يوجد اي خلل فني، في حال انت تكون بحاجة لدعم، فهالبيانات دي راح تساعدنا بحيث ان احنا نوصل لك بشكل اسرع، بحيث ان احنا نتواصل معك بشكل افضل. فنخلي مثلا رقم الشارع مثلا 568 السيتي مثلا في المنامة. خوب طبعا الستيت والزيب كود مو موجودة عندنا في البحرين، بس نلاحظ ان الحقول المهمة او البيانات اللي لازم نذكرها بصورة صحيحة راح تتميز بعلامة النجمة. طبعا نختار الكانتري بحرين، الكونتاكت فون هو هذا رقم التواصل الأساسي إلى صاحب المحل أو إلى مدير المحل، بحيث إذا كان يوجد أي خلل، بحيث إذا كان في أي تحديث إلى البرنامج يكون نتواصل معكم عن طريق هذا الرقم. فنحاول نسجله بهالطريقة هذه. كذلك الإيميل إذا كان يوجد أي عروض معينة للبرنامج، أي تحديثات جديدة، أي إضافات جديدة راح توصلكم عليه. نكتب الإيميل sales@postbank. طبعا نجي للثلاث معلومات الأخيرة، ها راح تتعلق بالمحل أو بالشخص اللي باعك لبرودكتكي. فإدخالك إليها بصورة صحيحة راح يساهم في حفظ حقك من ناحية البرنامج، سواء كنت بحاجة لمساعدة معينة أو في خلل في البرنامج أو في خلل عندك في طريقة استخدام البرنامج، هالشغلة دي راح تحفظ حقك. فنخلي الاسم الصحيح، مثلا أنا اشتريته من بوست بانك والإيجنت نيم كان اسمه محمد، ورقم الايجنت اللي هو رقم الشخص اللي باعني الجهاز او البرودكت كي هو التالي. نتأكد من اسم المطعم والبزنس فون والكونتاكت فون والايميل، هذا المعلومات اللي تخصني انا كصاحب مشروع. واتأكد من الثلاث بيانات الاخيرة لان هذه البيانات الثلاثة اللي هو الايجنت او الريسيلر والايجنت نيم والايجنت فون عن طريقهم راح اقدر احفظ حقي، مثلا حقوق ملكية البرنامج وما الى ذلك. اضغط على ريجستر،
حاليا البرنامج كامل. The registration has been successfully done. نضغط على اوكي وراح يفتح لنا البرنامج، وراح نلاحظ انه مكتوب بوبس ريستورانت بروفيشنال، يعني انا املك النسخة الكاملة من البرنامج واقدر استمتع بكامل مزايا البرنامج.